اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. شخصية برج الجوزاء. ينتمي لبرج الجوزاء كل من ولد ما بين 21 من مايو والعشرين من يونيو. هل سبق لك أن كنت مشغولا لدرجة أنك تمنيت أن تتمكن من استنساخ نفسك فقط لإنجاز كل شيء؟ هذه هي تجربة الجوزاء باختصار. ترمز التوائم السماوية بشكل مناسب إلى هذا البرج الهوائي. بسبب ازدواجية الجوزاء الجوهرية غالبا ما يتم تصويره بشكل خاطئ على أنه ذي وجهين. في الواقع نادرا ما يكون لدى الجوزاء أجندة مخفية. مولود هذا البرج مرح وفضولي فكريا، وهو يتلاعب باستمرار بمجموعة متنوعة من المشاعر والهوايات والمهن والأصدقاء. إنه الفراشة الاجتماعية في دائرة الأبراج. يمكن لهذا البرج سريع البديهة التحدث إلى أي شخص عن أي شيء. إنه يتنقل بين المناسبات السعيدة وحفلات العشاء وصالات الرقص. مواليد هذا البرج رواد رائعون، يستخدمون طاقتهم لقيادة مشاريع إبداعية مبتكرة، وهم مفكرون شجعان يطمحون دوما لتعلم وتجربة شيء جديد، وبسبب شدة نشاطهم هذه يغدو انتباههم قصير الأمد. إنهم يتمكنون من الانتقال بسلاسة من فكرة إلى أخرى. يخضع الجوزاء لسيطرة كوكب عطارد، كوكب الاتصالات، لذلك يحب هؤلاء التوأم الدردشة، وغالبا ما يتحدثون بأيديهم التي تشكل النقطة الحساسة في جسدهم. إنهم يحبون إرسال الرسائل النصية والتغريد بقدر ما يحبون التحدث على الإنترنت. للجوزاء ميزة مذهلة أخرى هي قدرته على التعافي السريع من أكثر اللحظات المخزية أو المؤلمة. يتحرك الجوزاء بسرعة كبيرة بحيث لا يهتم بالأخطاء المحرجة. إنه ببساطة يمضي قدماً.